ازيكم في فيديو جديد في قناتي ملك دوت ام. النهاردة الفيديو هيكون عبارة عن تحدي الاندومي بالليمون والشطة او الحار او الحراق. المهم كمان انا عملت اندومي نوع جديد، اشتريت نوع جديد فعايزة اجربه معاكم واقول لكم رأيي فيه. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار كل فيديو جديد انا بنزله. برسم لكم اسمي على انستجرام سناب شات فيسبوك تيك توك وتويتر، روح كلكم تابعوني هناك، هسيبهم في صندوق الوصف. ويلا اروح اعمل الاندومي. هنا انا بفتح الاندومي. على فكرة الكمية ما شاء الله كانت أكبر من الأندومي العادي، ودي بس فيها توابل ما فيهاش شطة، وتوابل والخضرة ومع الشوكة. هنا حطيت التوابل زي ما انتوا شايفين، بس خضرة واللي هي البهارات. ضفت عليها مية مغلية وحاولت اقفلها بالشوكة وبس، ده اللي عملته. يعني ما حطيتوش في حلة، ما عملتوش في حاجة، لا بس انه حطيت الشوكة ومية مغلية وقفلته بالشوكة. ودي طلعت النتيجة على بجد انه كان طعمه حلو، وانصحكم انتو كلكم تجربوه وما تحطوش اكتر من نص ليمونة. انا حطيت بس نص ليمونة، كمان ما عصرتهاش كلها، لان انا لما عملت اكتر من نص ليمونه كان طعمه مش حلو ابدا. انا بحب اضيف النوع ده من الشطه، ما بحبش التاني، وده على فكره بيبقى احر اكتر من التاني. وبس قلبت ودي كانت النتيجه. انصحكم تجربوا كلكم. تمام، انا عملت الاندومي، شوفوا ده شكله، انا صورته لكم. اوكي ده شكله، الحمد لله ما بلاش. انا هحاول اكله بالعيدان اللي هي بتاعت الاندومي، اذا ما قدرتش اوكي، لانه انا ما باكلش كتير. هم اسمهم شوبستيكس بس ما اعرفش بالعربي، عيدان يمكن السوشي. المهم اذا ما قدرتش هاكل بالشوكة، يعني ده مش تحدي، مش تحدي اني اكل بتعدو. المهم فبس ما يعني قدروا تعبي شوية وشوفوا الفيديو للآخر، ما تفوتوش أي دقيقة. تحدي أخلصه كله وحطيت فيه كمية ليمون. يعني أنا لما بحط أندومي عليه ليمون أبدا ما بحبوش، بس هجربه وهقول لكم طعمه إذا تجربوا أو لا. فإذا حابين أكمل في سلسلة الأندومي وخلطات الأندومي قولوا لي أوكي. ويلا أنا اللي أعرفه شوفوا كده، استنى كده 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 اوكي كده اوكي. بسم الله، مش هقدر اكل لقمة، مش هقدر اكل حاجة. بقيت اتابع ناس كتير بياكلوا بيهم كده. اوكي بسم الله، مش عارفة ازاي بياكلوا بيهم، بيوقعوا اوكي. بسم الله، هو شوية برد يعني الحمد لله. وعلى فكرة ده كان كميته كبيرة النوع ده. يا الله كل ده، طعمه حلو والليمون طعمه مناسب، يعني حاسه الليمون، انا حطيت نص ليمونه كامله، حاسه الطعم حلو. انا ما اتعشتش مخصوص عشان اتعشى اندومي. على فكره انا بعمل دايت فالمفروض ما اتعشاش، ساعات بنام بدون عشاء، بس طبعا باكل لي فاكهه وكده، يعني فاكهه اللي هي قبل العشاء. تيجي الساعه 8 احاول ما اكلش، بس يعني
تحسوا اغلب اكلي على الساعه 8، دلوقتي الساعه 11 بالليل وحتى باكل اندومي والضيط. المهم اعملوا لايك للفيديو بليز، انا بتعب كتير عليهم كتير. بحاول اصور لكم قد ما بقدر على فكرة، بحاول اصور يوم ويوم لا، اما في التنزيل يوم يوم لا. ان شاء الله انزل الفيديو ده بكرة ان شاء الله، يعني النهاردة يوم خميس هنزل الجمعة ان شاء الله. والله طعمه حلو قوي، انصحكم تجربوا. خد كمية كمية ما شاء الله قرب يخلص، بس بحسه ده اكبر من التاني، حلو يعني احلى. على فكرة يمكن اول مرة لاني حطيت ليمون كتير، كان اول مرة اجرب ليمون باندومي ما عجبنيش ابدا الطعم، لكن المرة دي نص ليمونة حلو. المرة فاتت يمكن حطيت ليمونة كاملة، بس لا ده طعم حراق وحلو. مع ذلك مش هشرب مية، خليني قد التحدي. عجبتني حكاية العيدان، هبقى اعملها دايما، اكل بيها دايما. على فكرة كمان بياكلوا بيها الرز، ازاي؟ انا بقول ازاي بيقدروا يستحملوا. بياكلوا تنتوفة تنتوفة، صعب الصراحة. مش هنخلص طبق الرز كده. اوه حراق حراق. ورايا مناديل بس لا حراق. انتوا قلتوا لي كتير انكم مشتاقين للتحديات، فانا قررت اعمل لكم تحدي الاندومي ده، الليمون مع الشطه. بس حلو، بس انا شكلي زودت الشطه شويه. تخيلوا انا تعبانه الصبح رحت سوق واقف وتعب في الحر وكده، والله رجعت وبصور لكم كمان. اكتبوا لي اذا انتوا خدتوا الاجازه او لا، خرجتوا او لا. انا دي اول خروجه كانت للسوق واقف. فكره قرب يخلص الاندومي ما شاء الله. حراق، بس انا بحب الحراق، بس ساعات ما بضيفش حراق عليه، يعني بيبقى الاندومي نفسه حراق. على فكره ده ما حسوش نفسه حراق، لاني لما حطيت الخلطه بتاعته باودر ابيض واللي هو التوابل مع اللي هي الخضروات والحاجات دي، انا عملت بالبيف اللحمه. قربت اخلص. الحمد لله انا احس اني اقدر على اندومي واحد، لكن لو عملت حد باندومي ما كنتش اقدر اكمل الصراحه. يعتبر خلص، فعشان كده هعمل بالشوكة عشان أجمع الباقي. بقى كله مية يعتبر.
شوفوا، مش هتقدر تشوفوا الحرقان، حاسة شفايفي بدأت تورم وتوجعني ولساني. فبس ده كان الفيديو وده كان التحدي، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا زر الاشعارات عشان يوصلك مش عارف كل فيديو جديد انا بنزله. مش قادرة اتكلم، واسيب لكم اسمي على انستغرام، سناب شات، فيسبوك، تيك توك وتويتر. روحوا كلكم تابعوني هناك، هسيبهم في صندوق الوصف، واستنوني في الفيديو الجاي. يلا باي.